Hi there, how are you? Listen of today, cardiac cycle. The cardiac cycle is the sequence of event as blood enter the atria, leave the ventricles and then start over. يعني تمثل الدورة القلبية سلسلة من الحوادث والتي بها يدخل الدم إلى الأذينات أو إلى الأذين ومن ثم يغادرها إلى البطينات ومن ثم تعاد الدورة من جديد. إذن cardiac cycle is the sequence of event as blood enter the atria and leave the ventricles and then start over. Synchronizing this is the intrinsic electrical conditioning system الذي ينسق هذه العملية. تحدثنا عنها سابقا في الدروس السابقة أو في المحاضرات السابقة. هي التوصيل الداخلي أو نظام التوصيل الداخلي اللي يضم الساينو أتريال نود اللي هي البيس ميكر وبعدين ننتقل إلى الأي في نود. التوصيلات الداخلية والحزم الانتقالات أو النقل الكهربائي حزم النقل الكهربائي أو حزم النقل العصبي. عملية التوصيل بالكارديك سايكل عملية تنظيم هذه العملية ينظم هذه العملية التوصيلات الداخلية اللي حكينا عليها. أما الذي يزيد من أو ينقص من هذه العملية النظامين الجهاز أو القسم الودي والقسم اللاودي. يعني مثلا influencing the rate مثلا الذي ينظم هذه العملية أو الذي يحفز هذه العملية عندنا اللي هو anatropic ما مذكورة طبعا هنا عندكم بالمحاضرة لكن هي جزء ثالث من هاي العملية اللي هي anatropic anatropic أو الأناتروبي الكرونوتروبيك والدروموتروبيك. هذه شنو الأناتروبيك؟ الأناتروبيك the strength of the contraction. الأناتروبيك هي قوة التقلص. زيادة التقلص تنظم بواسطة أو نقصان عملية التقلص أو انخفاض عملية التقلص تنظم بواسطة الجهاز اللي هو أو القسم الودي والقسم اللي هو اللاودي الباراسمباثيتيك من الأتونوميك نيرفوس سيستم. الأناتروبيك هي السترينث أوف ذا كونتراكشن أوف ذا كونتراكشن. الكرونوتروبي أو الكرونوتروبيك the heart rate the heart rate chronotropic أو الكرونوتروبي. الدروموتروبيك the speed of electrical impulse. إذن الأناتروبيك the strength of contraction. الكرونوتروبيك the heart rate. الدروموتروبيك the speed of electrical impulse. كل هذا done يتفعل بواسطة sympathetic by the sympathetic and parasympathetic division of the ANS atomic nervous system. Electrical condition pathway. احنا تحدثنا عن الالكتريكال كونديشن باثوي بالدروس السابقه عم المسار اللي يصير به توصيل للكهرباء او المسار اللي تنتقل به الامبلس او السيجنالز. تبدا هذه العمليه مثل ما تحدثنا سابقا initiated by the sino atrial node SA node العقده الجيبيه الاذينيه which is myogenic
هي هاي modified myogenic، هي myogenic modified cardiac fibers أو muscles. myogenic، الميوجينيك تعني إنها ذاتية التنظيم أو ذاتية النبض. ليش؟ لأن قلنا بالدروس السابقة have own action potential، إلها action potential خاص بيها نفسها، لها القابلية على استحداث، خلينا نقول initiate أو induce the action potential. The action potential of the sinoatrial node when initiate are 70 and 80 action potential over the minute. إذن الاكشن potential اللي من يبدأ بالsinoatrial node قبل لا يوصل للAV node يبدأ بالسبعين إلى ثمانين وين على الدقيقة. هذه شنو يقصد بها؟ السبيد على الدقيقة، ما دام طال الوقت يعني يقصد بها السبيد. ديبولاريزيشن هنا صار عندنا انيشيتد، صار عندنا ديبولاريزيشن. قلنا احنا ديبولاريزيشن حتى تنتقل السيجنالز اللي هو الامبلس. ديبولاريزيشن سبريد ثرو ذا اتريا خلال الاذين فيا جاب جانكشن خلال الفسحة، الفسحات اللي احنا الجاب جنكشن، الفسحات العصبيه، الفسحات بين الخليه العصبيه والخليه العصبيه الاخرى، يعني بين المحور والتشجر، بين العضله القلبيه والمحور وهكذا. اذن depolarization is spread through the atria via gap junction and internodal pathway to the atrioventricular node. Internodal pathway المسافة أو الأعصاب التي تنقل من sinoatrial node to AV node. إذن أنت شو يسمى يدعى known as internodal pathways to the atrioventricular node AV node، العقدة الأذينية البطينية. The fibrous connective tissue matrix of the heart prevent further spread of APS to the ventricles. طبعا هنا اكو هذا نسميه احنا الديلي، عملية التأخير، حتى يصير عملية. شنو هي عملية التأخير؟ شنو هذا اللي prevent further spread of APS to the ventricles؟ هذا الإشارة من تنتقل من السينوترال نود حتى يصير تقلص بالأذين، تتأخر تنتقل من الأذين إلى البطين، يجب أن تتأخر الإشارة فترة قليلة، يصير delay slightly delay، يعني فد تأخير غير محسوس يحدث بين الأذين وبين الانتقال من الأذين إلى البطين، حتى يسمح لعملية للأذينات بالانبساط ومن ثم انتقال الإشارة و and ventricle contraction و تقلص البطين. نعيدها، هذا الديلي أو هذا التأخير يجب أن تتأخر الإشارة عند انتقالها spread from the atria to ventricles by the sinoatrial node by gap junction by the internodal pathway to the atrioventricular node AV node. The fibrous connective tissue matrix يساهم في عملية انتقال الإشارة للبطين حتى يتم إنهاء تقلص الأذين، يعني وصول الأذين إلى الانبساط ومن ثم تنتقل الإشارة ويحدث تقلص البطين، حتى لا يحدث تشابك في عمليات التقلص بين الأذينات والبطين. slightly هذا اللي تحدث slightly delay at the AV node occur due to the slower formation of action potential. ليش؟ لأن احنا تحدثنا هنالك نوعين، two types of action potential. One in the SA node
and other in AV node. Slower formation of action potential in AV node. حتى الإشارة تتأخر. يتأخر عملية تكوين الأكشن بوتنشيال بالـ AV node حتى يتم إنهاء عملية تقلص الأذينات حتى يسمح بالتفريغ الكامل للأذين. يسمح بتفريغ الدم بشكل كامل للأذين. Allow further empty of the arteria. The action potentials travel down to the atrioventricular bundle. Bundle of His. الأكشن بوتنشيال اللي إجاني من الـ AV node سوف ينتقل عن طريق حزمة هس والتي تكون في وسط بالحاجز بين البطينات. هذا الحاجز يحتوي أو تكون فيه حزمة تسمى حزمة هس bundle of his. This bundle which splits into left and right atrioventricle bundle branches إلى فرعين، تتقسم إلى فرع يسار ومن ثم فرع يمين. وبعد ذلك هذه الحزمة اللي هي حزمة هس التي تكون في وسط القلب في نهاية القلب أو في بجزء اللي هو نسميه الجزء المدبب للقلب تتحول هذه الحزمات وتتشابك إلى داخل البطينات وتتشابك حول البطينات. هذه الحزم فد عملية توصيل condition the condition myofibers فرد الألياف عضلية تسمى Purkinje cells. هاي تزيد من عملية التوصيل للبطينات. Increase the condition system of the ventricles by the Purkinje cells. This Purkinje cells have many characteristics. Purkinje cells are larger in diameter and conduct impulse very rapidly. هذه الخلايا اللي هي بيركنجي تكون قطرها عريض أو كبير، توصل أو لها القابلية على توصيل النبض أو الإشارة بشكل سريع. causes the cell at the apex اللي قلنا إحنا بالقمة في قمة القمة المدببة the apex to contract nearly stimulously. This cause يعني هذا اللي صار بسبب عملية، فهي ما دام اتصلت أو تشعبت في البطينات راح تسبب good for ventricular ejection حتى يتم تفريغ البطينات أو تقلصها بشكل كبير. هذا this figures coordinating the activity عملية نشوف بي electrical conditions conduction pathway مسار التوصيل الكهربائي في القلب اللي شرحنا عليه سابقا. coordinating شلون يصير هذا التنسيق، هاي الفعالية شلون تصير شرحنا عليها في بدروس سابقة. الآن عدنا بالصور هنا اللي تحدثنا عليه انتقال الإشارة، حكينا على السينو أتريال نود AV نود باندل أوف هيس تنقسم إلى divided to the left and right ومن ثم إلى هذا اللي حكينا عليه اللي هي بيركنجي فايبرز التي تزيد من تشعب أو من نقل الإشارة إلى البطينات. ونشوف هنا عندنا برسم الكوندكشن سيستم أو الكوندكشن باثوي للقلب. This event of the events of the cardiac cycles اللي this is coordinating
coordinating the activity، عملية تنسيق الفعالية اللي حثت عندنا بواسطة عملية الكوندكشن باثوي. This conduction pathway give electrical system، ينطينا فد نظام كهربائي. هذا النظام الكهربائي give rise to the electrical changes. هذا النظام الكهربائي اللي تحدثنا عنه، أو هذه الكوردينيت، أو هذا الباثوي conduction pathway، مسار التوصيل للقلب، راح يسوي في تغيرات كهربائية electrical changes. شو هذا؟ شنو هو هذا اللي حكينا عليه، اللي هو اجانا من اجانا هذا electrical system، او من اجانا electrical electrical changes؟ من depolarization and repolarization. هذا depolarization واللي repolarization اللي انطالنا سوانا action potential that is the transmitted through as isotonic body fluids and is recordable. هذا ال depolarization أو repolarization والrepolarization ينتقل، يعني كل الحوادث اللي الايفنت اللي صارت transmit through isotonic body fluids، تنتقل خلال سوائل الجسم، ومن ثم تنتقل إلى سطح الجسم وتصبح قابلة للتسجيل and is recordable. Recordable by the instrument the ECG. Instrument known as the ECG. Electrocardiogram. Electrocardiogram ECG. جهاز device known the ECG. This device recording of electrical activity. يسجل الفعاليات الكهربائية اللي حصلت، اللي تنتج من خلال depolarization والrepolarization، وتنتقل خلال سوائل الجسم، خلال isotonic اللي هو سوائل الجسم المتعادلة. ليش انتقلت وصار عندنا إشارات سالبة وموجبة على سطح الجسم body surface؟ لأن الفلويدز البادي فلويدز ايزوتونيك متعادلة. هذه الإشارات تسجل بواسطة جهاز يسمى الإلكتروكارديوغرام. هذا الجهاز recording of electrical activity، يسجل الفعاليات الكهربائية، can be mapped to the cardiac cycle، و يقوم برسم هذه الإشارات الكهربائية، يقوم عن طريق هذه الإشارات الكهربائية برسم الدورة القلبية. The ECG. This figure of the ECG device or machine as P, Q, R, S, T. The P only, Q, R, S complex, known as complex, P, Q, R, S complex, T only. P represent the atria depolarization. The depolarization discussion in the previous, that is contraction. All the depolarization anywhere. All depolarization anywhere is contraction. كل
depolarization إزالة استقطاب هو عملية تقلص تدعى بعملية التقلص. كل depolarization نتفق عليها هي عملية تقلص. إذن the P wave is depolarizing arterial depolarization and QRS complex. هذا المعقد مؤلف من موجة تسمى بال QRS. The QRS complex is the ventricle depolarization, إزالة استقطاب البطين أو ventricles البطينات. إذن عملية إزالة استقطاب الأذينات موجة B wave. QRS complex تمثل ventricles depolarization إزالة استقطاب البطينات. يعني شنو ventricle contraction؟ ventricles contraction. T wave repolarization. إذن هنا صار لأول مرة عندنا عملية repolarization عودة الاستقطاب. شوفها T wave ventricle repolarization يعني من يصير قلنا احنا كل depolarization هو عملية تقلص، كل إعادة استقطاب أو عودة استقطاب هو شنو؟ عملية relaxation، عملية انبساط. Questions where is the arterial repolarization؟ هنا أين عودة استقطاب الأذين؟ لأن حكينا احنا قلنا موجة بي هي إزالة استقطاب، QRS هي إزالة استقطاب للبطينات، T هي عودة الاستقطاب للبطينات، T هي ventricle repolarization. Where is the arterial repolarization? The arterial repolarization is in the area of complex. In the middle, في هذا المكان بالضبط تكون عودة استقطاب في هذا المكان عودة استقطاب الأذين، يعني عملية الاسترخاء. ليش هاي صارت الريلاكسيشن؟ قبل قليل بالمحاضرة تحدثنا عن عملية الحالة الديلي، عملية التأخر حتى يتم تفريغ الأذينات من الدم بالكامل للبطينات. هذه عملية التأخر هي اللي سببت حشر induce the ventricle repolarization with QRS complex في داخل أو مع أو في وسط المعقد اللي هو ال QRS. In the cardiac cycle قلنا أكو coordinating، عملية تنسيق. هذا التنسيق يقودها هذه الحركات العصبية أو الانتقالات العصبية اللي هو الconducting system. نرجع كل مرة نحكي عليه. أكو هنالك تسميات أو مصطلحات. systole period of contraction هي فترة التقلص. diastole period of relaxation فترة الانبساط. الcardiac cycle بالمجموع is altering periods of systole and diastole، هي عملية الاختلاف بالفترات أو التخالف أو التعاقب بين circulation of systole and diastole، عملية تعاقب بين contraction والrelaxation، بين الانقباض والانبساط. Phases of the cardiac cycle
ما هي المراحل هذه الدورة القلبية؟ تمر الدورة القلبية بعدة مراحل، اللي هي مرحلة أول مرحلة من عندها the first phase rest، سميها فترة الراحة، both atria and ventricle in diastole، كلا الأذينات والبطينات في مرحلة الانبساط. Blood is filling both، شوف بهذه المرحلة، blood is filling both atria and ventricles due to low pressure conditions. هذه راح تسوي لنا انخفاض في الضغط. هذا الانخفاض في الضغط راح يجينا بتوابع. بعد عملية الريست اتريال سيستول، عملية الانقباض الأذيني، completes ventricle filling. بعد عملية هذا الانقباض، حتى انقباض الأذيني يسبب كامل ملء كامل للبطينات. في هذه المرحلة اللي هي complete ventricle filling، تجينا مرحلة isovolumetric ventricle contraction، increased pressure. هذه المرحلة ايش راح يصير بها؟ مو قلنا هناك المرحلة يصير بها low due to low pressure condition، هنا ايش راح يصير؟ complete ventricle filling، راح يملأ البطينات بالكامل بالدم، راح تجينا هذه الحالة اللي هي isovolumetric ventricle contraction. Increased pressure in the ventricle causes، راح يزيد الضغط في داخل البطينات ومن ثم يسبب انغلاق الـ AV valves، الصمامات الأذينية البطينية، الصمامات بين الأذينات والبطينات. Why the AV valves close؟ Why the IV valve closed when the blood enter the ventricles؟ When the blood enter the ventricles, the pressure in the ventricles increased, and the pressure in the atria decreased. هذا الاختلاف بالضغوط، وحتى نمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس مرة أخرى إلى الأذينات، سوف تنغلق الصمامات بين الأذينات والبطينات. هذا كله شنو؟ بسبب انخفاض الضغط، سوف ترجع أو تنغلق الصمامات الأذينية البطينية. وهذا انخفاض الضغط لو كانت الصمامات غير منغلقة أو لا تنغلق، سوف يدخل الدم أو يرجع بالاتجاه المعاكس من البطينات إلى الأذينات مرة أخرى لانخفاض الضغط في داخل الأذين. Grace the first heart sounds loop، انغلاق الصمامات بين الأذينات والبطينات. grates closed the IV valves، cause or grate the first heart sound loop. Atria go back to diastole، جينا عليه. No blood flow as semilunar valve are closed as well، بحالة اعتيادية جينا عليها الصمام شبه الهلالي، راح نحكي عليه هسه. No blood flow as semilunar valve are closed as well. إذن هنا طبعا بالمحاضرة راح نستمر بها، راح نشرح هذه الحالة بالتفصيل، انه اختلاف الضغوط وشون تصير العملية بالكامل، بس كشرح ابتدائي خلينا نقول no blood flow as semilunar valve are closed as well. ماكو هنا الأذينات صارت بمرحلة الدايستول اللي هي period of relaxation، ماكو عملية انتقال للدم بسبب انغلاق الصمامات شبه الهلالية.
نيجي الى الفيزز اوف كاردييك سايكل فينتريكل. راح نجيها هذه اللي بعدها ليش من عمليات الانغلاق وتختلاف الضغط. فينتريكل ايجكشن انترا فينتريكل بريشر اوفركمز اورتيك بريشر. انترا فينتريكل بريشر اوفركم اورتيك بريشر سيمي لينير فالف فالفز اوبن بلاد از ايجكتد. هنا الضغط اصبح بالبطين عالي جدا اعلى من الضغط في داخل الشريان الابهر in the aortic. ايش راح يسوي؟ راح ينفتح الصمام شبه الهلالي similar valves open now open blood is ejected. ejected وين؟ راح يدخل الدم من الventricles من البطينات الى داخل الشريان. isovolumetric ventricle relaxation الدوره اللي حكينا عليها اللي هي عمليه تقلص البطين وازدياد الضغط ومن ثم انفتاح او فتح الصمامات شبه الهلاليه اللي هي بالشريان الابهر. راح يندفع الدم بسبب اختلاف الضغط لان الضغط اعلى the pressure in the ventricle increased or high pressure in the ventricles cause the semilinear valves to open and all the blood is ejected by the ventricles to the aortic. Other phase isovolumetric ventricle relaxation. هنا الفيز الآخر اللي هو يتعلق بالبطينات الآن هي عملية انبساط البطينات. شنو اللي يحدث اثناء عمليه الانقباض؟ شنو اللي يحدث بعمليه الانبساط؟ عمليه انترا فينتريكل بريشر دروبس بلو اورتيك بريشر. هنا العمليه انعكست. بالبدايه كان الانترا فينتريكل بريشر هاي اوفر ذا اورتيك بريشر ذا سيميليان فالف اوبن. الان بعد عمليه الايجكتد intraventricular pressure drop below aortic pressure semilinear valve close and second has sound dub. الاول كان بسبب انغلاق الصمامات الاي في valve الصمامات بين الاذينات والبطينات سميناه لوب. الان semilinear valve close second has sound dub. إذن الأصوات القلبية اللي نسمعها هي اللوب دوب. A pressure still hasn't dropped enough to open AV valves. So volume remains same isovolumetric. الآن بهذه اللحظة من نسمع صوت الدوب كل الضغوط الآن ما تنخفض. Hasn't drop enough to open AV valves. ما تنخفض إلى الحد الذي يتطلب فتح الصمامات بين الأذينات والبطينات. يعني يجب أن تكون الضغط منخفض جدا بالأذينات بالبطينات وأعلى منه الضغط في داخل الأذين حتى تنفتح الصمامات بين الأذينات والبطينات وبالتالي انتقال الدم من الأذين إلى البطين. هنا الصمامات غير مفتوحة لأن الضغط الآن بالمرحلة اللي سميناها الايزوفولمتريك يعني خلينا نسميها مرحلة التساوي تقريبا بالضغوط لا تنفتح الشرايين حتى يصبح الضغط بالأذين أعلى من البطين لأنه في مرحلة انخفاض الضغط في الأذين. البطين تقلص ومن ثم دفع الدم إلى داخل الشريان الأبهر. انخفض الضغط داخل البطين أصبح تقريبا متساوي إلى حد ما وبالتالي الصمامات لا تنفتح. إذن وين نرجع back to arterial and ventricle diastole.
الآن في هذا الرسم شو اللي يحدث؟ الفيزز أوف كارديك سايكل start with blood enter the أتريا عند دخول الدم إلى داخل الأذينات. When the blood enter the atria, this known as late diastole. شنو هذا late diastole? Both set of chambers, اثنين من الأذينات الآن, are relaxed. And ventricles fill passively. يعني شنو الventricles fill passively? عملية مرور الدم في مرحلة من المراحل من الأذينات إلى البطينات يدخل بدون عملية تقلص للأذينات, يصير passively بسبب اختلاف الضغوط من الأذينات. يعني يصبح الضغط في داخل الأذين أعلى من الضغط في داخل البطين, وبالتالي دخول الدم بسبب اختلاف الضغوط هنا. إذن يدخل الدم passively جزء من الدم. اكو بقايا حتى يصير full ejection او full ejected of blood arterial systole. Arterial contraction forces a small amount of additional blood into ventricles. هنا اللي دخل passively دخل الدم, بقى قليل من الدم في داخل الأذينات, الأذين يتقلص الآن ومن ثم يدخل باقي الدم أو متبقي الدم إلى البطينات. إن هذا بعد عملية دخول الدم إلى هنا الباسيفلي هنا الأتريال سيستول, هنا المرحلة الثالثة the three phase isovolemic ventricles contraction. isovolemic ventricle contraction اللي تحدثنا عليها اللي هي first phase of ventricles contraction, المرحلة الأولى من عملية تقلص البطينات. راح يتقلص البطينات هنا لكن وبهذه الحالة راح تدفع الصمامات الأذينية البطينية لعملية الإنغلاق close the IV valves هنا. لكن قبل هذه الفكرة ايش قلنا قبل بالصفحة اللي قبلها, انه صح عملية انقباض صارت عملية الانقباض the ventricle contraction but the pressure not enough to open semilinear valves اللي هو الصمام شبه الهلالي الموجود بالأبهر, ليس كافيا لعملية فتح هذا الصمام. عملية غلق الصمامات بين الأذينات والبطينات تحدث أكثر شيء by the difference of the pressure between the atrial and ventricles. هنا راح تيجي المرحلة الرابعة the four or phase four ventricle ejection. هنا العملية الثانية اللي as ventricle pressure raised and exceeds pressure in the atria, the semilinear valve open and blood is ejected. راح يتقلص البطين. The ventricle contraction sufficient pressure to open the semilinear valves and blood is ejected. The phase 5 isovolemic ventricle relaxation هنا عملية انبساط البطينات. بعد عملية تقلص راح يصير عندنا pressure in the ventricles relax diastole
and pressure in the ventricle falls, blood flow back into cusps of semilunar valves and snaps them closed. هنا من العملية اللي ما شرحناها إنه the blood flow back into cusps of semilunar valves. هنا الدم بسبب إن إنه the ventricles relax diastole, the pressure in the ventricle falls and the pressure in the aorta increased or high aorta pressure. This caused the blood back into cusps of the semilunar valves and snap them closed, مثل ما حصل بالصمامات الأذينية البطينية. راح يرتطم الدم بالصمامات ويدفعها لعملية الانغلاق. أيضا راح يرتطم الدم بالصمام شبه الهلالي ويعمل على عملية، لأن الدم يرجع بالاتجاه المعاكس و يمنع من الدخول إلى البطينات، لأن الضغط في داخل البطين الآن منخفض جدا وأكثر انخفاض من الضغط أو أقل من الضغط في داخل الشريان الأبهر، وبالتالي يرجع الدم بشكل عكسي. هذا يمنع من الرجوع بسبب أنه السنابس أو ذيم السيمينيرا فارب آر كلوزد إز كلوزد. In the figure, show the blood volumes and the pressure. In the left, draw the left ventricle pressure, mmHg. And يمثل على اليسار راح يمثل لنا الضغط في داخل البطين الأيسر. تحدثنا ليش البطين الأيسر، لأن البطين الأيسر هو يمثل الدفع الدم، نعرف لوين يندفع الدم، يكون أسمك جدار ويدفع الدم إلى الجسم بالكامل، لذلك يتم قياس الضغط وحجم الدم في داخل البطين الأيسر، لأن يمثل الحجم المثالي للدم أو كامل حجم الدم في الجسم، لأنه يعمل على دفع، قلنا إحنا الجدران مالته سميكة thick wall and يدفع الدم and push the blood to all the body by the aortic. زين، in the left بالأسفل left ventricle volume حجم الدم في داخل البطين الأيسر from A to B. This represent the EDV and systolic and diastolic volume. هو نهاية الحجم اللي هو نسميه احنا في حالة الريلاكسيشن من from the P to D and systolic volume. اذن from the A to B the volume of diastolic and diastolic volume الحجم المقدر لي في نهاية الانبساط from the B to D هو الحجم الـ ECV اللي هو end systolic volume الحجم النهائي في للسيستوليك. From A to B نلاحظ مقدار الحجم هذا كله نحكي عليه for one cardiac cycle دورة قلبية واحدة.
نانا حجم الضربة ستروك فوليوم، هذا يمثل حجم الضربة ستروك فوليوم. في بداية العملية الدايستوليك فوليوم ايش قد صار عندنا هنا، ايش قد في بداية في نهاية الاس اي سي في وبداية الاي دي في 65 مل of the blood from the start of the systolic volume to the end of the systolic volume the volume of the blood is 135 mL. From the ADV to the ECV. The pressure in this area about 120 mmHg ملم زئبق في in the left ventricle pressures. إذن هذا المخطط يمثل الدورة القلبية لدورة قلبية واحدة، يمثل حجم الدم في البطين الأيسر والضغط في البطين الأيسر. In the next lecture we will talk about cardiac output control and blood pressure. Thank you very much for listening.